اللحام لكن مقطوعة تعود للواكد، الواكد والمحاولة من جديد، لا تزال شادي الحموي يحافظ على كرته لشادي، يخسر هذه الكرة لكن أقرب إلى عز الدين عوض. عز الدين عوض يحاول من على مشارف منطقة الجزاء، يبحث عن المساندة ويبحث عن التمرير، تعود كرة أرضية لداخل المنطقة، الواكد المحاولة وشادي الحموي والتسديدة لكن تخرج هذه الكرة. هجوم الباحث من جديد تعود لمصلحة فريق الشرطة بالهجمة المرتدة، المحاولة العرفة والتسديدة لكن سهلة، سهلة هذه على عبد اللطيف نعسان من يوسف عرفة، يحاول يمرر باتجاه أيهم كرنبة، نشاهد تغيير في مراكز اللاعبين، يتحول أيهم كرنبة من جديد داخل منطقة الجزاء، يحاول المرور والتسديد، يا سلام، جول 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 جول، ينجح في تسجيل الهدف الأول بعد توغل رائع، بعد مراوغة أيضا رائعة. شادي الحموي ومحمد الحسن في وسط الملعب يمرر من جديد باتجاه اللاعب الشاب أيهم كردبة، محاولة المرور، يا سلام عليك والتسديدة، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أيهم. لاعبي فريق الجيش التقدم من علي سعيد، يا سلام إلى عز الدين، المحاولة من على مشارف المنطقة داخل المنطقة، التسديد والهدف، يا سلام يا سلام يا سلام على الواكد ويا سلام على عز الدين، داخل منطقة الجزاء يتلاعبون بدفاعات فريق الشرطة وينجحون بتسجيل الهدف الثاني. محمد الواكد إذن يسجل ويحتفل ويقبل الشعار هذا اللاعب الذي يلعب منذ سنوات بصفوف نادي الجيش وهو هدافه التاريخي والثالث الهدافين التاريخيين للدوري السوري، يصل إلى الهدف 160 محمد الواكد. طبعا سنشاهد اللقطة في الإعادة كيف قاد الهجمة المرتدة علي سعيد ومرر إلى عز الدين عوض، عز الدين كيف تلاعب وكيف قدم كرة على طبق من ذهب لتقنية لمصلحة فريق الشرطة. لو سجل الشرطة في الشوط الأول هدف يبقى في المباراة، لكن أن ينتهي الشوط الأول بالتأخر بهدفين ربما معضلة بالنسبة لفريق الشرطة. من جديد المحاولة التسديد وكرة خطرة، كرة خطرة لكن تخرج إلى ركلة ركنية، نعم مساهمات من عبد الهادي حنبضلي، يعني وسط يتفوق على كثير من الفرق في الدوري السوري، كرة إلى دق، يعني سيطر على الكرة السورية بتشكيلة كانت، يعني آخر تشكيلة تذكرها كانت لفريق الشرطة. الآن الكرة الإبعاد من جديد، لا تزال الخطورة قائمة لكن خروج موفق لعبد اللطيف نعسان، قلبي الدفاع، الكرة الطويلة، المحاولة لأيهم خريبان، الكرة العرضية لكن سهلة على عبد اللطيف نعسان، نشاهد تراجع بالنسبة لفريق الجيش، بلا بعض الفرص حتى لو لم تكن خطرة، المحاولة الآن لكن مقطوعة، الكرة العرضية من جديد لكن الإبعاد بالرأس من حسن محمود، وتتان باتجاه محمد اليوسف، محمد اليوسف يحاول التسديد من بعيد وكرة خطيرة كانت من محمد اليوسف مرت بسلام على مرمى عبد اللطيف نعسان. جيش في وسط الملعب، المحاولة لا تزال محمد الحسن وعبد الهادي حنبضلي، يا سلام التمريرة